أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني وهذا اللقاء المنتظر. يا بخته اللي يبقى موجود في النادي الأهلي، ويا بخته اللي يرتبط اسمه بالنادي الأهلي. الأهلي دايما عنده العين الخبيرة اللي بتعرف تدور كويس جدا جدا، واللي بتعرف تختار كوادرها، واللي بتعرف تختار الأسماء اللي بتمثلها في أمور كتيرة جدا، لا سيما في ملف مهم زي ملف التعاقدات. انت بتتكلمش على نادي صغير لا في مصر ولا في افريقيا ولا في الوطن العربي ولا في العالم، ولا بتتكلم على جماهير سهل التعامل معاها من حيث الاعتقاد بالصفقات والاقتناع بيها. جماهير دايما طمعانة في الافضل، جماهير دايما عايزة الاحسن لفرقتها، جماهير دايما ما بتفكرش غير في البطولات. ده هتطلب دايما ان مدير التعاقدات يبقى عنده ضغوط كبيرة جدا جدا. الأهلي عنده مؤسسة وشغله دايما شغل مؤسسي، ولذلك مش هتلاقي انه المجهود بيبقى فردي، ومش هتلاقي ان في حد بيعطل حد، هتلاقي الكل موجود ورا بعضه. أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، واحد من الأسماء اللي ظهرت بمستوى مميز جدا جدا ولقت قبولا كبيرا لدى جماهير النادي الأهلي بعد إبرامه العديد من الصفقات داخل منظومة ومؤسسة النادي الأهلي. لأول مرة بيشرفنا وبينورنا النهاردة كابتن أمير توفيق. كابتن أمير أهلا وسهلا بكم، مساء الفل. حلو عجبتك؟ قوي. مشرفنا ومنورنا حبيبي، ميرسي جدا جدا، شرف ليا. عارف معزتك عندي قد ايه؟ طبعا. وعارف انه احنا مبسوطين جدا جدا بالحلقه دي، والحلقه دي ترتب لها سنين كتير، يعني يمكن كتير جدا، بقى لنا فتره كبيره فعلا، بقى لنا فتره كبيره بالزبط. بس عشان الناس تبقى عارفه الراجل ده دقيق جدا جدا في اختيار المواعيد، يعني يعني كنا دايما متفق يقول لي بس استنى الاهلي عنده ماتش كذا، طب بس نعدي الحته دي، طب بس استنى الصفقه يعني دي هتخلص وبعدين نبقى نطلع، طب استنى بس ان في عندنا حاجات ليها علاقه بالناشئين مش هينفع نطلع دلوقتي، يعني صح دقيق صح جدا انت، وحريص على التوقيت عشان جماهير النادي الاهلي تبقى دايما معاك في الصوره. ابتدي معاك بالتقرير ومن بعد التقرير نخش في تفاصيل، وملفاتنا كتير النهارده مع يلا بعض. بينا. يلا بينا. يلا بينا. يعد واحدا من أهم كوادر الأهلي خلال الفترة الأخيرة، استطاع أن يكسب ثقة الإدارة والجماهير بفضل تفانيه وإخلاصه في منصب مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، فدائما لا يكل ولا يمل من أجل تحقيق الأفضل للقلعة الحمراء، ولا يبخل بذرة جهد في سبيل أن يكون الأهلي دائما في المقدمة لتطلق عليه الجماهير في الوقت الراهن مهندس الصفقات الجديد. إنه أمير توفيق حارس مرمى الأهلي السابق ومدير التعاقدات والتسويق الحالي بالقلعة الحمراء، مواليد 2 أكتوبر عام 1985. بدأ توفيق مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ثم بعد ذلك لعب في الدوري مع العديد من الأندية أبرزها أسمنت أسيوط والمصرية للاتصالات، بالإضافة إلى وادي دجلة الذي اختتم فيه مسيرته عام 2014. اعتزل كرة القدم وبعد ذلك اتجه للعمل في شركة صلة السعودية، إلا أنه تركها ليتم بعد ذلك تعيينه في منصب مدير التسويق بالنادي الأهلي، وكان ذلك في شهر يوليو من عام 2018. لم يمض وقت طويل حتى قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في شهر ديسمبر من العام ذاته أن يتم تنصيب أمير توفيق مديرا للتعاقدات ليجمع بين المنصبين، حيث أصبحت مهامه تتركز على إنهاء الصفقات المهمة للقلعة الحمراء، فضلا عن إبرام عقود الرعاية للنادي وعقود التعاقد مع شركات الملابس وغيرها من الأمور التسويقية. وبالفعل استطاع أمير توفيق أن يحقق نجاحات مبهرة، سواء في ملف التعاقدات أو تجديد اللاعبين، فكان هدفه الواضح هو ضم لاعبين مميزين للفريق الأول بمبالغ معقولة ولا يوجد فيها مبالغة بعدما ارتفعت في وقت سابق. وتمكن أمير توفيق من إبرام صفقات مدوية للمارد الأحمر جعلت الفريق يحقق الألقاب، حيث واصل المارد الأحمر هيمنته على الألقاب محليا، فضلا عن التتويج بالبطولة الأهم وهي دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك الغريم التقليدي. وتعد أبرز التعاقدات التي أجراها أمير هي ضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج من صفوف فريق مولودية الجزائر، فضلا عن السفر إلى النمسا للتوقيع مع المهاجم السنغالي أليو باجي.
كما تعاقد توفيق مع محمود متولي قادما من الإسماعيلي فضلا عن محمد مجدي أفشا من صفوف بيراميدز، بالإضافة إلى ضم محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات قادما من العين الإماراتي وياسر إبراهيم من سموحة وحمدي فتحي قادما من إمبي. ليس هذا فقط، بل كان لأمير توفيق أيضا دور في إنهاء صفقات المدربين، حيث أتم صفقة السويسري ريني فايلر المدير الفني الذي أشرف على تدريب القلعة الحمراء في الموسم الماضي، هذا بالإضافة إلى دوره الكبير في التعاقد مع بديله وهو الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي جاء في وقت عصيب واستطاع كسر لعنة عدم التتويج بدوري أبطال أفريقيا التي غابت عن خزائن النادي منذ 7 أعوام. ومؤخرا أنهى الأهلي عدة تعاقدات لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهي طاهر محمد طاهر بالإضافة إلى المدافع المغربي بدر بنون لاعب الرجاء وأحمد رمضان بيكهام قادما من وادي دجلة. وتعول جماهير الأهلي على أمير من أجل إنهاء صفقات أخرى للفريق على رأسها جاستون سيرينو لاعب فريق سان داونز الجنوب أفريقي حتى يستمر الفريق على القمة محليا وأفريقيا. عن فترته داخل الأهلي كمدير للتعاقدات، كواليس أبرز الصفقات التي تعاقد معها، أسباب رحيل ريني فايلر وكيف تم التعاقد مع موسيماني، شعوره بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، وما هي أهدافه التي يسعى لتحقيقها مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة. ماذا دار في كواليس ملف التعاقد مع رمضان صبحي؟ وهل هناك صفقات جديدة للأهلي خلال الفترة المقبلة؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه أمير توفيق ضيف جمهور التالتة مع إبراهيم فايق. طيب خلينا نخش في الحوار. طبيعة العمل بتاعتك عاملة ازاي؟ المهام المكلف بيها منذ تعيينك في النادي الاهلي؟ زي ما قال في التقرير انا بادئ الاهلي من 2018 شهر يوليو، كنت جاي مدير التسويق النادي الاهلي. بعد كده في ديسمبر 2018 بقيت مدير التعاقدات والتسويق. التسويق مين اللي بيتكلم على عقد الرعاية والبث الفضائي وعقد الملابس، ده المتعرف عليه بقالنا فترة كبيرة. أيوة. دلوقتي بدأنا ان احنا ازاي نفكر في مصادر دخل مختلفة عن المتعرف عليه من زمان. بدأنا نعمل اونلاين ستور نادي الاهلي هيطلع قريب ان شاء الله. بدأنا بنطلع مشاريع فيها ازاي نعمل انجيجمنت مع جمهور الاهلي، ان جمهور الاهلي انفست دايركت مع النادي الاهلي. فاحنا النهاردة الاهلي دايما كان بيشتغل عن طريق شركات راعي، هي مثلا زي مثلا شركة الراعي بتاعتنا. الجمهور بيدفع فلوس للمعلن. ايوه صح كده. ايوه والمعلن بيدفع لشركه الراعي. ايوه وشركه الراعي تدفع للنادي الاهلي. انت لا عايز تتواصل مع جمهورك على طول. لازم نستغل الجماهيريه اللي موجوده في مصر والوطن العربي وافريقيا، ان احنا احنا بالنسبه لنا جمهور الاهلي لازم يكون في طريقه ان يحصل تواصل بينه وبين النادي الاهلي. فخلال فتره تقربها دلوقتي الموضوع الديجيتال والابلكيشنز والحاجات دي. بالظبط ده الاساس. ده الاساس انت الديجيتال اونلاين بيمنت، الكلام ده كله ده بالنسبه لنا دلوقتي حاجه لازم نستغلها. في الاول الناس كانتش عارفه انا عايز اساهم على حاجه النادي الاهلي هيساهم ازاي، الموضوع كان صعب. قبل كده كان حتى الاونلاين بيمنت كان بالنسبه للناس مش يعني ممكن حد يسرق كريدت كارد. أيوة بس دلوقتي أيوة بقت مؤمنه جدا، الامور بقت سهله. فالفتره الجايه ان شاء الله هنخلق مصادر دخل مختلفه عن الحاجات الطبيعيه عشان نواكب ده شغل التسويق. شغل التسويق. طب قادر ازاي تعمل شغل التسويق مع شغل التعاقدات؟ لا ما انا عندي تيم محترم. تيم محترم. تيم محترم. وانا بحب اقول اسامي كل مره بصراحه، لازم اقول اسامي واحد واحد يعني. يا ريت يا ريت. اول حاجه دكتور سعد شلبي مستشار التسويق، ده راجل يعني شخصيه محترمه جدا. شخصيه بالنسبه لنا راجل يعني مديرنا كلنا ومن الناس المحترمه جدا في السوق الرياضي المصري. عندنا معايا بقى اشرف عمر، احمد التوخي، مريان رشاد، في اندرو يوسف، في خلود، في محمود، في جيهان، وائل، ما نكونش تتحدى فيهم يعني. بس ده تيم 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 كبير. تيم ده علاقه بالتسويق والتعاقدات ولا فيهم جزء ده وجزء ده؟ لا دول التسويق. دول التسويق بس. ماركتنج. ماركتنج تمام. التعاقدات معايا خالد مغربي، من الناس الشطار جدا اللي هو معجون كوره. بالنسبه لي هو شغال معايا مع البلاتفورمز اللي شغالين فيها، ازاي نعمل سكاوتنج للعيبه وازاي بنختار، وده نتكلم فيها لسه قدام شويه. احنا هنتكلم فيها دلوقتي حالا. اليه التعاقد عامله ازاي؟ يعني اشرح لي كده او اشرح للجمهور بقى النهارده. انت راجل ما بتظهرش خالص في الاعلام. فجمهور النادي الاهلي عايز يفهم هو الصفقه بتيجي ازاي؟ بتمر على مين؟ التواصل بيبقى من خلال اي دايره؟ بص التعاقد عامه بيبدا، لازم انا شغلي مدير تعاقدات تمام. اول حاجه بنعمل سكاوتنج.
سكاوتنج النهارده احنا النادي الاهلي مثلا سي احنا عندنا قائمه فيها 30 لعيب ماشي تمام 30 لعيب دول سي مثلا مركز ال المساك مثلا تمام المساك انا عندي اعمار سنيه معينه للعيب عندك لعيب عنده مثلا 32 و30 28 26 ماشي فلازم تبتدي تتحضر من بدري حد تاني طالع صغير بالظبط فالنهارده بنشوف كل عمر كل مركز والاعمار السنيه عامله ازاي ونشوف قطاع الناشئين عندنا مين يصلح ان ممكن يكون في المكان ده في خلال سنتين من دلوقتي فعلا ونبتدي نحضره من بدري كويس تمام بيتحضر بكذا شكل ممكن يتحضر ان هو يكون بيتمرن مع الفريق الاول ياخد خبره ويتحضر ان هو يطلع اعاره ويرجع لنا ان هو يكون جاهز لما هو راجع ده علشان يحصل انت حضرتك بتبلغ بقى لجنه الكره لا ده طبعا ده مش انا انا بقول لك ده بقول لك سيستم كامل سيستم كامل ده في لجنه الكوره طبعا ليها دور اساسي فيه في مدير قطاع الناشئين خالد بيبو دور اساسي فيه في كابتن سعد حفيظ والمدير الفني يعني بتبقى منظومه كلها كامله بس احنا كتعاقدات بس احنا المنظومه دي بتبقى حاطه يعني مثلا النهارده احنا بنتكلم في المراكز مساك والظهير الايمن وراس الحرب مثلا بنتكلم عن مدير فني احتياجاته الفتره الجايه بنبص على قطاع الناشئين مين اللعيبه اللي موجوده اللي ممكن يفيدونا لا احنا عايزين لعيب خبره في المكان ده تمام فبنشوف لعيب بره مثلا مناسب لينا اللعيب اللي بره ده زمان قوي ومش مش شرط في الاهلي انا بقول لك كمبدا عام احنا كنا نقول احنا هنتفرج على هايلايتس مثلا عشان نشوف لعيب كويس ولا او لعيب جاب جون في الاهلي او في اي نادي تاني فلعيب ده كويس مش كده امال ازاي بنتابعه لفتره كبيره جدا من مش اقل من 4-5 شهور في دلوقتي بلاتفورمز موجوده معرفش ينفع اقول اساميها ولا لا يعني بس معروفه عالميا بتجيب ماتشات وبتجيب اناليسيس كامله عن كل لعيب في العالم عندنا زميلنا احمد عز بيعمل كده علشان يحلل بيجيب ماتشات مثلا يتفرج على 10 15 ماتش للاعيب بعينه يقطع منه ويتفرج عليه بالزبط. دي نفس الشركات اللي بتتعامل معاها بالظبط كده فبنعمل القصه دي وفي الاخر بنقيم اللعيب لما نقيمه في الاخر بنعرضه على اللجنه وعلى مدير الفني ويكون القرار وده اللي حصل اكتر مثال بالنسبه لنا مثالين كان هم يعني واضحين جدا اليو ديانج وبدر بنو دول اللي اتعامل معاهم كده بالملي انت لعيب النهارده بقى اليو ديانج قعدنا من شهر فبراير لغايه شهر 6 احنا بنتفرج لغايه 5 كان دوري خلص 5 عنده لغايه 5 بنتفرج على كل ماتشاته في شهر 6 عملنا الكلام مع اللجنه وكان وقتها كان لسارتي المدير الفني وكان قعدنا فتره كبيره مع كابتن الخطيب طبعا في الاخر حصل اقتناع ان اللعيب ده مناسب بالنسبه لنا وفي الاخر خلاص تعاقدنا معاه صحيح هل في حد بيعاونك من بره في اوروبا في تواصل مع حد بعينه احنا عندنا الاهلي احنا مش هقول لك بن اوت سورس بس عندنا في كل منطقه في العالم في حد بيساعدنا فيها يعني مثلا في شمال افريقيا في انيس بوجلبان بالنسبه لنا انيس كان بيساعدنا بشكل شخصي انيس في الاخر هو مدرب لاتي ونادي ساس بس بشكل شخصي راجل بالنسبه لنا بيساعدنا محب للنادي الاهلي كان واحد من لعيبه النادي الاهلي وراجل عنده خبره كبيره جدا وعينه حلوه في اللعيب عندك في اوروبا طبعا ما فيهاش اقول اساميهم بس ناس معينه في اوروبا في ناس في افريقيا في الادغال دلوقتي موجودين شويه في ناس في جنوب امريكا دلوقتي بدانا دول يعني قريب كانهم كشافين النادي الاهلي وعيون النادي الاهلي كشافين بس دلوقتي قريب بدانا نخش امريكا الجنوبيه برضه بدانا نوصل لها والله بالظبط ان احنا ان انا اول ما جيت في التعاقدات كنت برضه خبرتي في الماركتنج اكتر ان انا دراستي في الماركتنج واشتغلت في شركه صله في الماركتنج وجيت الاهلي برضه نفس الكلام ففي الاول كنت بنفذ في الاول كان دوري ان انا بتعاقد في الويندو بتاع شهر 1/2019 كان حسين الشحات كان ياسر ابراهيم حمدي فتحي ده كان كله كان بنفذ الشغل بعد كده الكابتن الخطيب كان عنده تصور لازم يكون التعاقدات يكون ليها شكل ليها دعوه بالسكاوتنج انت ازاي تعمل علاقات مع الانديه اللي بره لو عايز تسوق حد من لعيبتك لو عايز دي افكار كابتن خطيب نفسها طبعا افكاره طبعا. طبعا. انت بتتعامل معاه من المنبع على طول مباشره يعني انا كده عن طبعا لا يعني في الهيكل الاداري طبعا في المدير التنفيذي كابتن محمد مرجان أيوة. هو المدير المباشر ايوه وكابتن خطيب طبعا في الكوره بيكون في ساعات طبعا كونتاكت بشكل مباشر برضه بشكل يعني ييسر المعلومه بالنسبه لك ويقدر يوصلك اللي انت عايزه طيب ندخل بقى على الملفات احنا مقسمين الشغل كله ليه والحلقه ليه ملفات ملف اللي هيشغل بال جمهور النادي الاهلي لماذا رحل فايلر وكانت المشكله عند مين تحديدا عند الراجل ولا عند النادي الاهلي اشرح للناس الموقف كان عامل ازاي لا فايلر بالنسبه لنا اول ما جه انت عارف طبعا كان فيه هجوم كتير قوي في الاول على وجود فايلر في الاهلي
احنا كان عندنا ثقه كامله ان هو اللي اختار المناسب للنادي الاهلي في التوقيت ده. كان الكابتن خطيب وكان وقتها دكتور طه اسماعيل وكان كابتن زكريا ناصف وكان خالد بيبو كان هم لجنه الكوره. وسافرت انا وانس خالد مرتجي عشان نخلص القصه. أي. احنا وقتها كان بالنسبه لنا كان عندنا هدف واضح ازاي نختار مدرب النادي الاهلي. والهدف ده برضو كمل مع موسيماني بس اقول لك وقتها فايلر عمل ايه. كان عايزين مدرب يكون مش شبعان. تمام. بمعنى احنا يا اما نجيب اسم كبير جدا اسم قوي ويكون معروف بشكل كبير يا اما نجيب اسم مش معروف قوي جعان وعايز يعمل بطولات بالظبط واشتغل مع فرق بطولات في كل دوري هو لعبه يعني كويس. فايلر كان في سويسرا كان اول ما بدا تمرين فرقه اسمها اراو في سويسرا درجه ثانيه فرقه بتنافس على الصعود تمام وصعد بيها دوري سويسرا بعد كده نيورنبرج في المانيا وصل بلاي اوفس كان درجه ثانيه برضه وصل بلاي اوفس وبينافس على الصعود على طول بعد كده اندرلخت نادي كبير في بلجيكا وخد بيهم دوري وكاس سوبر ولعب بيهم تشامبيونز ليج تمام فده مدرب عارف يعني ايه فرقه بطوله وعارف يعني ايه بيكسب ضغط المكسب اللي هو موجود على طول تمام في نفس الوقت برضو شخصيه فايلر كان شخصيه مختلفه فايلر راجل منظم جدا شخصيه قويه جدا وكان معروف عنه الكلام ده فده كان اسباب اختيارنا ليه فاحنا كنا حتى لما قعدنا معاه في موناكو انا ومونس خالد ايوه لا قعدنا معاه ثلاث مرات في ثلاث ايام ورا بعض موناكو وزيورخ كانت يعني خارجين من الكلام ده كله احنا اتهاجمنا جامد جدا بس عارفين احنا اخترنا صح اختار اللجنه وكابتن الخطيب واحنا لما قعدنا معاه وصلنا ليهم بمنتهى الوضوح ان ريني فايلر من الناس المحترمه جدا اللي شايفين ان هو واحد مناسب جدا في بوتنشال كويس بالظبط ان احنا في الاول انا مثلا دوري كتعاقدات النهارده اللجنه بتقول بتحط سباكس معينه الكل احنا عايزين امير احنا عايزين مدرب يكون في المواصفات دي بالظبط 1 3 4 انا دوري ان انا اشوف مين انسب ناس اعرضهم على لجنه الكوره عشان في الاخر هم يختاروا الانسب في القصه كان مين تاني من ضمن الناس مع فايلر كان في ناس تانية معاه ولا في ناس تانية طبعا بس انا في الاسامي الناس ما بحبش انا اقول مدربين وان احنا في الاخر يبقى ما خلصناش معاهم احترام ليهم هم يعني لكن مطلق الحريه في ده طيب اروح بقى للجزئيه الاهم تعاقد فايلر كان فيه شيء بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ما فهموش ليه الراجل فجاه مره واحده بعد كورونا كان عامل موسم كوره ما فيش حد يختلف عليه مركز جدا جدا الاهلي بيكسب اي فرقه بيقابلها بالاربعه وبالثلاثه وعامل شغل عظيم فجأة مرة واحدة الراجل حصل الموضوع كورونا الزمزقة ديت فايلر راح ومش راجع تاني اشرح لي ايه اللي حصل لا هو فايلر لما راح كان راجع تاني كانت الامور واضحة بالنسبة لنا جدا معاه ما كانش فيه مشكلة طب اتعدل ليه الاتفاق في هو ما اتعدلش هو اوريدي احنا كان عندنا معاه سنة ويجدد صح كده تمام فالسنة ويجدد دي في الاخر هو الراجل الموسم الكورونا الموسم لما كورونا جت الموسم متأجل 3 شهور ايوه تمام فكان لازم يحصل تعديله كده في العقد عشان اوريدي هو عقده خلص عشان عقده خلص على اخر 6 ماشي تمام وحطينا بند اللي هو مع اخر مباراه في الموسم بس لظروف الكورونا في حاجه اسمها فورس ماجور فممكن المدرب يقول لك لا انا مش عايز اكمل مش عايز اكمل هو كان عنده ظروف عائليه شويه وشخصيه يعني احنا عارفينها بس ما ينفعش نتكلم فيها احتراما ليه هو برده ايوه بس هو طلع اتكلم في بلده في مسائل ليها علاقه بان انا ما كنتش باخد راحتي في الخروج بره اصلا انا ما كنتش بعرف الناس بتنام هناك ما بتنامش وانا عايز انام بس دي قالها بشكل ان هو بيشرح الوضع الكروي والجماهيري في مصر عامل ازاي الكلام ده ما يخشش على جمهور النادي الاهلي بالظبط هو يعني هو جمهور النادي الاهلي لما شاف الكلام ده قال له هو السبب الرئيسي اللي هو قاله حتى اخر انترفيو الاسره عنده ورقم واحد هو اسرته كانت خايفه عليه من الكورونا هناك في سويسرا هم مختلفين عننا شويه شعب مختلف فهو كان عنده شويه يعني مخاوف من الكورونا ومراته واولاده كانوا خايفين من القصه دي فهو كان في اخر فتره كان الموضوع عنده كان صعب شويه بس فهو كان ده اللي خلى ان هو خلاص في اخر فتره الموضوع لا خلاص كان رايح في اتجاه مش ليه حطيته الاتفاق بتاع انه لا بعد 10 ايام من اخر شهر انه من حقك ان انت تمشي او من حقك ان احنا نفسخ هي الامور كانت واضحه بالنسبه لنا وبالنسبه له ان فاينل افريقيا وقتها كان في سبتمبر كان 27 سبتمبر فبعدها احنا كنا حاسين ان هو مش هو فايلر مش هو فايلر خالص مش هو فايلر احنا كنا في الاول بادئين معاه وهو كان خايف من الكورونا وكان خايف بجد من الكورونا يعني فايلر لما ديفيد سيزا مصاب بتوجع الكورونا
لا كان عنده مشكله يعني، كان في مشكله سايكولوجيكال يعني والله. ففي الاخر احنا خلاص يعني كنا شايفين الامور رايحه في الاتجاه ده، حضرنا الحمد لله البديل واشتغلنا بشكل كويس فيه وما ضيعناش وقته وخلصنا على طول. قبل ما اروح لموسيماني في جزئيه برضو كده الناس ما فهمتهاش، انه الراجل فجأة مرة واحدة هو المفروض مكمل، لا مش مكمل. طب الاهلي ينزل بيان قال هنستنى نرجئ لحد يوم الخميس. الراجل راح مودع الناس واخد شنطته بعد البتاع وراح واخد بعضه وماشي. ايه اللي حصل؟ لا ما حصلش حاجة، هو القرار كان واضح. قرار بالنسبة لنا النادي الاهلي يعني هو كان عايز يسافر وقال ان انا رغبتي ان انا اسافر وارجع، بس الاهلي ما وافقش على كده، والاهلي كان متخوف من فكرة ان هو يسافر وما يرجعش. بص يا ابراهيم، في اساس هنمشي عليه او مش عليه بقى فتره كبيره قوي. إيه هو الاساس ده؟ الفتره اللي فاتت ظهر مع كذا موقف. ايوه الاهلي اكبر من اي حد جوه النادي، فاي حد هيحس ان هو في يوم من الايام اكبر من نادي ملوش مكان في النادي. هو حس كده يعني، حس كده. انا بقول ده الوضع فاهمني. فاحنا النهارده لا خلاص، احنا 1-10 شايفين الدنيا مش مستقره مش ماشيه كويس، لا خلاص الموضوع مقفول. احنا 1-10 هنقول شكرا مع الف سلامه بالطرفين مش مشكله. 2-10 عندنا مدرب جديد، وقت ما ضاعش وخلصت الموضوع على طول. ده كان قرار الكابتن خطيب نفسه طبعا، خلاص خطيب مجلس اداره انه يا يوم 1-10 انت معانا يا مش معانا، خلاص احنا النادي الاهلي يعني مش هينفع تسويف ده. بالظبط الموضوع كان واضح، احنا ما عندناش وقت نضيعه، ما عندناش وقت ان احنا نقعد نتكلم في تفاصيل ولا نسافر ونرجع، لا خالص احنا الموضوع كان خلصان. الاهلي بالكيان بالاسم بالشعبيه بالجماهيريه عمل مجازفه كبيره جدا جدا. المجازفه دي جت منين؟ فكره ان موسيماني المدير الفني جنوب افريقيا من جنوب افريقيا ومدير الفني لسان داونز، اختيار لم يخطر ببال احد يعني. جت منين المجازفه وكان الاختيار ده عامل ازاي واتحركتوا ازاي في البدائل دي مع فايلر وهو موجود؟ طيب موسيماني بالنسبه لي مش مجازفه، مش مجازفه خالص. اللي احنا لازم برضو لما نتكلم عن اول مره الاهلي يجيب مدير فني من افريقيا، بس في الاخر موسيماني هو نبص على تاريخه. تاريخه عامل ازاي؟ موسيماني مسك فرقه اسمها سوبر سبورت 4 سنين 2002 ل 2006، بعد كده مسك مساعد مدرب منتخب جنوب افريقيا، بعد كده مسك مدير فني جنوب افريقيا، بعد كده قعد 7 سنين أو 8 سنين في سان داونز. فده راجل مبدئيا مستقر، مش كل سنه في مكان. الحاجه الثانيه طريقه لعبه عامله ازاي؟ هو من اول ما مسك الفرق من 2002 هو كورته حلوه، هو بيلعب كوره، هو بيحب الكوره دي، بيحب الكوره ويلعب. ولما اشتغل مع كاروس البرتو مع منتخب جنوب افريقيا هو حتى بيقول هو شرب منه كتير قوي، فدي حاجه برده بالنسبه لنا كانت مفيده جدا. فالنهارده حتى برده مع سان داونز الفرقه سان داونز لما هو راح كانت مختلفه عن وجوده هناك، والاتشيفمنتس اللي عملها كانت حاجات محترمه جدا. ففي الاخر الراجل ده من الناس اللي احنا يعني كانت ثقتنا فيهم ثقه عمياء، وده كان كابتن خطيب كان واضح جدا في كلام لجنه الكوره، كانت واضحه جدا ان احنا موسيماني هو رقم واحد بالنسبه لنا فعلا. كان في مدربين تقدر تقول لي كان امتى القرار بتاع ان موسيماني ده دلوقتي كان في امتى في انهي توقيت تحديدا؟ ليه بسالك السؤال ده؟ علشان جمهور النادي الاهلي يبقى عارف في المواقف المشابهه انتوا بتفكروا ازاي، بتستنوا تتخضوا ولا بتجهزوا وانتوا عندكم فتره قليله. طيب انا كشغل برضه التعاقدات اللي بقول لك عليه احنا بنحضر من بدري كل حاجه. ايوه طبيعي جدا ان لازم يكون دايما عندي بلان بي وسي جاهزين من بدري. تمام. فاحنا من قبل وجود موسيماني كتير قوي كان عندنا من اكتر من 3 شهور كان عندنا بلان بي موجوده من كذا مدرب. ياه. لكن احتراما ان احنا دايما ما ينفعش نتكلم مع مدرب وعندنا مدير فني موجود ماسك الفرقه. بس احنا كان مجهز، انا مجهز شغلي كله عشان وانس ان احنا حاسين ان في اي حاجه ممكن تحصل سلبيه نكون جاهزين على طول. يعني انت شايف الرؤيه قدامك واضحه، ملفاتك جاهزه في الوقت اللي هيطلب منك، احنا عايزين دلوقتي لان الراجل الامور بالنسبه لنا خلاص، بتطلع ملفاتك. بالظبط. كان من ضمنهم موسيماني؟ موسيماني برضو من طبعا من ضمن موسيماني، عشان زي ما قلت لك احنا تاني لجنه التخطيط وكابتن خطيب لازم دايما بيحطوا برضو اختيارات مش بدايل. احنا عايزين مدرب بيجي يعمل ايه؟ يعني ليه هنجيب مدرب ليه مثلا موسيماني؟ ليه مش مدرب من اوروبا؟ ليه؟ تمام؟ ليه؟ لا ليه؟ عشان موسيماني النهارده فنيا
مش اقل من اي مدرب في اوروبا فنيا. تمام، هو مدرب افريقي او مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي. تمام، بس الراجل ده لو كان في اوروبا كان بقت ارقامه مختلفه خالص عن افريقيا. تمام، الحاجه الثانيه هو خبرته الافريقيه كبيره جدا. ايوه جدا جدا جدا. يعني موسيماني وانا في المطار لما جبته بيتكلم معايا على فرقه الوداد كانه بيتكلم على فرقته، حافظها صم. بيتكلم معايا على نادي الزمالك حافظه صم، نادي الرجاء حافظه صم، نادي الاهلي بيتكلم معايا على لعيبه بالتفاصيل حافظهم والله. فمعنى كده النهارده ان موسيماني بنزلنا مشروع احنا ماضيين معاه سنتين. لو خدت بالك اخر فتره نادي الاهلي كان دايما بيمضي سنه ويودد، موسيماني جاي موسمين كاملين ورا بعض. فكره ان هو كان ياخد افريقيا او لا، ده ما كانش مقياس ان هو يكمل معانا او لا. كلام محترم يعني برضو على القياس ده، معناه انه هو انت دلوقتي بتقول هو كسبان افريقيا، فلو كنت انت قلت هو مش كسبان افريقيا كانت الناس تقول لك لا انت اكيد ما كانش هو ده رايك. بص احنا قلنا الكلام ده في الاول. ايوه واتقال. ايوه كانت مصطفى صالح وانا قلته في قناه الاهلي، فانا كنت واضح جدا ان موسيماني مشروع بالنسبه لي، مشروع كبير ان شاء الله. فافريقيا كانت هدف اساسي، بس لو لا قدر الله كان حصل حاجه غير المكسب كانت برضه الراجل ده يبقى موجود وليه دور. اخد المفاوضات مع موسيماني قد ايه؟ اخد قد ايه؟ لا يعني مش لازم ارد على السؤال ده قوي، بس مش كتير. مش كتير. احنا كان بالنسبه لنا كان عندنا هدف واضح من كابتن الخطيب بشكل واضح، كان هو الهولن ان احنا مش هنتفق مع موسيماني على التفاصيل من غير موافقه سان داونز. عظيم. تمام؟ فده اللي حصل، احنا خدنا موافقه سان داونز، موسيماني خد موافقه سان داونز، بعد كده اتكلمنا في التفاصيل كلها. يعني المدير الفني نفسه اخد موافقه سان داونز بالظبط، والاهلي اخد موافقه سان داونز عبر كابتن محمود الخطيب ولا عبر؟ لا لا، المدير الفني احنا بلغناه قلنا له احنا عايزين موافقه سان داونز تكون حاجه واضحه. ايوه، عشان احنا نتكلم في تفاصيل بعد كده. جالكم موافقه؟ جات لنا موافقه من سان داونز. هو قال لنا محترمه جدا. طب ما احنا بالنسبه لنا في الاخر احنا استحاله نخسر علاقتنا بنادي كبير زي سان داونز عشان اي موقف يخص مدرب او لعيب. موقف محترم جدا جدا. فده كان كلامنا مع موسيماني. لما هو اتكلم مع رئيس النادي، ورئيس النادي راجل دكتور باتريس موتسيبي، راجل محترم جدا وقدر ان هو بقاله 8 سنين معاهم وعمل شغل كويس جدا وخد بطولات، عايز ياخد خطوه جديده في مستقبله. صحيح. فهو قال له لا، قال له خلاص انا احترام ليك ومستقبلك احنا هنقف جنبك. جت منين فكره الابقاء على مدرب حراس المرمى؟ يعني واضحه. واضحه. يعني الشناوي بالنسبه لنا جون كبير جدا، ما شاء الله عامل شغل هايل، نضج جدا مع ميشيل ياناكوني، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، كلهم مستريحين في الشغل معاه. الشناوي نفسه هو حاسس مستريح بالراجل، الراجل بيحب النادي الاهلي جدا وشغال معانا بشكل كويس قوي. ما كانش عنده موسيماني مشكله في الموضوع ده خالص؟ بالعكس خالص. قلنا له بلغناه قال لك مفيش مشكله. مفيش مشكله. ودي كانت رغبه برضه ميشيل ان هو يكمل معاه. عايز يقعد جدا. عايز يقعد ولسه جداً. عايز يقعد شويه كمان لسه، يعني مطول معانا طالما عامل الشناوي المنظر ده يكمل، يعني مفيش احسن من كده. بالظبط. ده ملف المدربين، الاثنين مدربين تحديدا، اعتقد ان هو كان بيشغل بال ناس كتير جدا جدا. التفكير جات ازاي والفكره بتاعه فايلر مع الرحيل والاعداد لتجهيز ملف جديد لموسيماني. بعد الفاصل هتكلم معاك في ملف اللعيبه القادمه الى النادي الاهلي، خليكم معانا. طيب هاخد بعض كده الاستفسارات والاسئله السريعه من الهاشتاج بتاعنا امير توفيق في جمهور الثالثه، وامير هيجاوب عليها سريعا، وبعدين هنروح بقى للملف الثالث بتاعنا. اهلاوي بيقول لك خلي الستور اونلاين في افريقيا والشرق الاوسط، الافارقه حابين شعار الاهلي. الاونلاين ستور مش هيبقى في افريقيا بس، ده جلوبال يعني في العالم كله. يعني هيوصل العالم كله مش افريقيا بس ان شاء الله. طيب ده شيء عظيم. في كمان اسئله كتيره كده. هنا علي، مفيش حاجه حصريه كده ملك الصفقات؟ مفيش حاجه كده قريبه للاهلي، صفقه قريبه للاهلي؟ ما انت عارف الحاجات دي في وقتها بقى، مش بنتكلم في وقتها. ماشي، انا عندي لسه حاجات كتير. علي اشرف بيقول بصفه حضرتك في مجال التسويق، بتمنى يكون في النادي الاهلي مجال للالعاب الالكترونيه زي كونامي وفيفا. ليه الاهلي مش موجود في الالعاب دي؟ يعني في موجوده في البايب لاين، بس لسه قريب ان شاء الله، بس لسه مش دلوقتي. عبد الله بيقول ممكن فايلر في يوم من الايام يرجع النادي الاهلي تاني ولا الباب اتقفل؟
لا يعني ما اتقفلش بس يعني دي حاجه يعني ما اعرفش. طارق بيقول لك اخبار سيرينو يا كابتن، مفيش رحله لجنوب افريقيا قريب؟ يعني ارد دلوقتي على الموضوع ده ولا اتكلم عامه؟ ماشي يلا نتكلم على سيرينو في الجزئيه دي طالما ده سؤال الجمهور. فكره سيرينو، احنا سيرينو من فتره كبيره هو دايما مرشح يجي النادي الاهلي تمام. من سنه استفسرنا عنه مع سان داونز، وقتها جالنا رفض تام ان هو يفرطوا فيه يعني. بعد كده قريب برضو اتكلمنا مع نادي سان داونز، الامور برضو لسه فيها كلام. فاعذروني ان انا اتكلم على تفاصيل خاصه بسيرينو، بس اللي اقدر اقوله ان هو مرشح من اكتر من سنه يكون موجود في النادي الاهلي، وخدنا خطوات لكن لسه ما فيش جديد يعني. كان في تصريحات لسيد رئيس النادي بيقول انه العرض اللي قدمه النادي الاهلي عرض ضئيل، هل فعلا العرض اللي قدمه النادي الاهلي ضئيل؟ يعني في وقتها، في وقتها اه بلاش نتكلم فيها دلوقتي. طيب بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هيبقى الشغل الشاغل بالنسبه له، هل الصفقه الاهلي خلاص مش شغال فيها ولا برضه لسه شغال فيها؟ برضه في وقتها. في وقتها، طيب ده شيء عظيم. انا برضه في النهايه ايه، انا عارف انه بيبقى في تحفظات في اشياء معينه، انا بس اللي انا ببقى عايز اخده هي الرساله التطمينيه اللي عايز اللي انت عايز توصلها لجمهور النادي الاهلي او اللي جمهور النادي الاهلي بيسال عليها في الصفقات يعني. بص اللي انا اوصله لجمهور الاهلي ان احنا النهارده احنا الفرقه من عايز الناس تتفرج على السكواد النادي الاهلي من سنتين والسكواد النهارده، ده الفرق اللي حصل في النادي الاهلي. طيب. في السكواد، فدي هنتكلم فيها برضو لسه كمان شويه. طيب اروح للملف الثالث المتعلق باللعيبه اللي تم التعاقد معاها مؤخرا، كان في ارقام كتير بتتقال على لعيبه بعينها، اعتقد انه جه وقت دلوقتي نكشف فيها كواليس متعلقه. مثلا هقول لك اسماء وابتدي معاك بحسين الشحات، هل هي الارقام اللي كانت اتقالت ديت 150 و حسين الشحات كان 5 مليون دولار. 5 مليون دولار يعني وقتها كان بيساوي 80 مليون جنيه. أول عن آخر؟ ده فلوس النادي دي اللعين كله. القصة كلها على بعضها؟ ما فيهاش بقى 150 و190 و200 والكلام ده، ما ده كان بس كده. إيه الحاجات اللي ضحى فيها حسين الشحات عشان يبقى موجود في النادي؟ كتير 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 حسين. لا أرقام كبيرة يعني فوق ما الناس متخيلة بكتير يعني. يعني حسين كان حسين كان بيقبض في نادي العين ثلاث أضعاف قبضه في نادي الاهلي. ثلاث اضعاف ده غير اللي عارف هناك في الخليج بيكون هدايا في بيجيب جون. عارف القصه هناك بيكون في بونص بشكل مختلف شويه. ايوه الكلام ده كله حسين سابه وجه النادي الاهلي، ومن اقل الناس اللي كلمت في العدد بتاعها. ياه خالص. فاهمني؟ فدي حاجه. لا حسين من الشخصيات فعلا اللي ضحت بجد عشان تيجي النادي الاهلي. اليو ديانج، ديانج جيب مليون و100 الف دولار. مليون و100 الف دولار يعني كان حوالي 16 مليون جنيه. العظمه دي جدا. ما هو بالظبط انت وقتها السوق المصري لو كان لعيب في قيمه علي ديانج كنا نسمع ارقام 40 و50 مليون جنيه. ده كانت رغبه المدير الفني ولا كانت رؤيه النادي الاهلي؟ ما زي ما قلت لك في الاول ديانج ده كان كيس، كان من اوائل الناس اللي اشتغلنا في حته السكاوتنج. السكاوتنج ان احنا ازاي نتابع لعيب فتره كبيره، وكان انا وكان معايا خالد مغربي كنا بنتابعه بشكل مفصل. وبعد كده لجنه التخطيط وكابتن خطيب لما شافوه عجبهم جدا. وبعد كده جبناه على طول، كان في قرار احنا لازم نجيبه. ده لعيب بالنسبه لنا لعيب مستقبل، ولعيب هيفرق جدا معانا فنيا وماديا قدام ان شاء الله. والمدير الفني كان مقتنع بيه وقتها؟ المدير الفني كان مقتنع بيه، كان مقتنع بيه، بس وقتها احنا كان النادي كان عنده قرار ان هو شايفين يبني لازم يكون موجود. دي حاجه محترمه. يبقى اذا النادي بيتدخل في احيانا في امور ليها علاقه بمستقبل النادي. بص دلوقتي زمان في من سنين طويله قوي كان الطبيعي المدير الفني هو اللي بيقرر كل حاجه في الانديه، وده كان في العالم كله. أيوه. مش في الاهلي بس. دلوقتي النادي عنده سياسه عامه، مدير الفني جزء من السياسه. في اوقات المدير الفني هو اللي بيختار اللعيب بتاعه، والنادي بيوافق على الكلام ده وبتحصل وحصلت معانا. وفي اوقات تانية النادي يقول لك لا احنا اللعيب ده هيجي او اللعيب ده هيمشي. ده بتحصل دايما، وبتحصل في ريال مدريد وبتحصل في انديه كتير في اوروبا. فدي مش حاجه غريبه يعني. كهربا تم التعاقد معاه باي تفاصيل؟ وهل صفقه كهربا كانت نكايه في الزمالك ولا ده كان احتياج فني؟ كهربا بالنسبه لي محترم النادي الزمالك هنا كبير، محترمين طبعا، هو بس هو مش طرف. انا لعيب في البرتغال فسخ العاده بتاعه وبعد كده بقى فري فاخدته بس. ده الموضوع صفقته تكلفت قد ايه؟
لا ولا حاجه يعني، كان في كده شرط جزائي اللي هو كده مع النادي هناك وخلاص، تعتبر ارقام صغيره مش حاجات، حاجات يعني مش رقم كبير خالص يعني. هل كان في اتفاق على انه لو في غرامه يتحملها اللاعب ولا يتحملها النادي واللاعب؟ دي حاجات داخليه بس طبعا احنا بالنسبه لنا زي ما قلت لك انا واخد لعيب فري، فاي حاجه مشاكل عنده قبل لقطه الفري انا مش طرف فيها اصلا. بس في الاخر دي حاجات داخليه باش نتكلم فيها يعني. بدر بنون واحدة من الصفقات اللي تمت في الخفا في السر، لكن التحركات اللي فيها لم تكن معلنة ولم يكن حتى كمان لدى الإعلام أي تفاصيل عنها، لحد ما ربنا كرمنا بصحفي حد من المغرب أيوة جه معايا على الهواء مباشرة هنا وأعلن، قال لي على مسؤوليتي بدر بنون موجود هناك. اتحركتوا في الصفقة دي إزاي وأفكارها جت إزاي واتكلفت قد إيه صفقته؟ بدر بنون احنا تابعناه فترة كبيرة برضو، بدر بنون برضو، بس بدر برضو من اللعيبة حتى قبل ما نيجي نادي الاهلي ولازم برضو يكون دي شهادة، ان كابتن محمد يوسف ومحمد فضل كان عينهم عليه من 3 سنين والله. تمام، بس كان ما حصلش يعني ما حصلش تواصل، كان بس كان اللعيب نفسه كان شايفين ان هو لعيب حاطينه تحت عينه بالظبط. ماشي. بس بعد كده احنا الفترة الاخيرة كنا عايزين، فكرنا ان احنا اللجنة والكابتن الخطيب محتاجين مدافع بشكل مختلف شويه، فكان في كذا اختيار تابعناهم، لقينا ان بدر هو انسب حد بالنسبه لنا، ان بدر اتفرج على على تاريخه مع نادي الرجاء. بدر شخصيه عارف يعني ايه ضغوط، عارف يعني فرقه بطولات، نادي الرجاء عنده يعني جمهور صعب كبير. لا لا جمهور صعب، جمهور صعب جدا، الرجاء والوداد جماهير وهو تاني كابتن للفرقه. وهناك لما تسال ناس المغرب هيقول لك بدر من الشخصيات القويه بيعرف يعني ايه يتكلم مع اللعيبه، يعمل بيبقى ليدر ورا في الخط بتاعه. فهو وكمان لعيب كوره عالي جدا جدا، صحيح شفنا. فبدر ان شاء الله يعني شايف ان هو هيكون ليه دور كبير جدا معنا الفتره الجايه. 3 مليون دولار كانت الصفقه تكلفت؟ لا اقل من كده بكتير، اقل من كده بكتير. طاهر محمد طاهر الصفقه اللي اتاخرت كتير لما كان ضيفي هنا قال لي حصل اكتر من مره بالزبط. لحد ما اخر مره خلاص اتفقنا على كل حاجه بالظبط. كانت ايه قصته؟ طاهر برضو احنا كنا قبل كده كان كذا مره عايزين يكون موجود معانا، بعد كده برضو وقت الكورونا كنا بقولنا نحضر من بدري لشغل الصيف، وقتها ما كناش عارفين الموسم هيكمل ولا لا، فقلنا نحضر احنا عايزين مين يكون موجود معانا، فكان طاهر من ضمن الاسامي. وبرضو قعد طاهر اتصاب فتره السنه دي، كان حظه وحش مع نادي المقاولين. بس طاهر اوريدي احنا عارفين ان هو لعيب كويس وعارفين ان هو لعيب بوتنشال جدا الفتره الجايه ان شاء الله. ف اتكلمت معاه ونادي مقاولين، وكان حصل يعني تلاقي بين الاطراف كلها، كابتن الخطيب اتكلم مع الناس محسن صلاح. ايوه الامور قربت اكتر وفي الاخر خلصت الموضوع. الموضوع ما كانش صعب يعني، كان ظريف يعني. الملف المهم واللي يمكن كان فيه الامور مشتعله جدا جدا هو ملف من رحلوا عن النادي الاهلي بسبب مساله التجديد، وهنا كان البعض منهم يلقي بالاتهامات مباشره على امير توفيق، فخليني اقولهم لك اسم اسمه وابتدي برمضان صبحي. ايه التقصير اللي وقع على امير توفيق في هذا الامر تحديدا اللي دفع رمضان يكون موجود في بيراميدز؟ بص انا ممكن الموضوع ده اتكلم فيه كتير قوي تمام، وهنتكلم ونروح ونيجي كتير قوي، بس النهارده انا مسؤول في النادي الاهلي تمام. النادي الاهلي بطل افريقيا وخدنا افريقيا من غير رمضان تمام، فمش هتكلم في القصه دي، ده موضوع اتقفل تمام. اللي فارق معايا كله اللعيبة اللي تكون عارفة النادي الأهلي تكون لعيبة عارفين عين النادي الأهلي وبيقدروا النادي الأهلي، مش بالكلام بالفعل تمام، ولعيبة يكون عندهم طموح على النادي الأهلي مش طموح بره النادي الأهلي. فأنا بالنسبة لي ده موضوع مقفول، مش عايز أتكلم فيه خالص ولا أرغي فيه كتير عشان خلاص القصة بالنسبة لي ما يعني خلاص. قلت له فعلا ساعة ويكون عندي رد؟ ما بص مش عايز اوضح يعني ايا كان هو قالها، هو قال فخلاص يعني، هو اللي قاله خلاص ده اللي حصل يعني، بس انا مش ده اللي حصل يعني، هو قاله مش انا مش دي كانت رؤيه النادي الاهلي وقتها ولا دي رؤيه امير المخوله اليه من الكابتن محمود الخطيب ان هو ده دلوقتي قدامك ساعه ترد عليا يا اما الموضوع بالنسبه لي منتهي؟ هرجع لك تاني اللي قلته وقت فايلر. الشخص سواء لعيب مدرب مسؤول جوه النادي الاهلي اللي هيكون فاهم او متخيل ان هو اكبر من النادي الاهلي ما ينفعش يكون ليه مكان في النادي الاهلي. ما حصلش، لازم دايما
يكون عارف ان احنا في اتفاقات بتحصل وحاجات حصلت بين الاطراف كلها، ما ينفعش اجي مره واحده اغيرها واقول انا ده اللي عندي. سوري، النادي الاهلي اكبر من اي حد، وعشان خاطري نغير الموضوع. احمد فتحي ولا حاجه. فتحي كان خلاص، هو كان وقتها فتحي كان اتعامل مع النادي الاهلي باحتراف، هو كان عنده عرض نادي بيراميدز وكان عايز يروح. النادي الاهلي اتعامل معاه بمنتهى الاحتراف والاحترام، كان في احترام بين الطرفين. فتحي لعيب كبير، لغايه اخر ثانيه كان شغال مع النادي الاهلي بشكل محترم جدا. خد قراره، هو بيتحمل نتيجته، وفي الاخر خرج بشكل يليق بيه. في الاخر احنا في الاخر ادنا له وضعه، رغم ممكن يكون وقتها ان حصل سوء تفاهم شويه مع اللجنه او الكلام ده، بس في الاخر حاجات كلها حاجات صغيره. في الاخر نهايه النادي الاهلي نهايه محترمه جدا فنيا. هل صحيح ما قيل انه احمد فتحي كان في الفتره الاخيره يبحث عن مخرج للبقاء في النادي الاهلي، وانه دي كانت رغبه مشتركه؟ لا خالص خالص. في قرار اتاخد قرار في شهر 3 من احمد فتحي والنادي الاهلي، فالموضوع كان اتقفل خلاص. ما كانش فيه، طب والكلام اللي كنا بنسمعه؟ لا خالص، ما كانش فيه. اي شريف اكرامي كان ايه سبب رحيله؟ لا، شريف كان عنده رغبه، ان هو قالها حتى بعد ماتش الهلال السوداني، قال ان هو عايز يشوف مكان بره، فرصه لعب بره النادي الاهلي. وطبعا ده حقه تماما. شريف من الاجوان اللي عملوا تاريخ مع النادي، والنادي الاهلي احترم الرغبه دي، وكان في من الطرفين رغبه ان هم خلاص الموضوع ما يبقاش فيه تجديد، والموضوع وشي منتهى الاحترام. حسام عاشور، وانا هنا بتكلم على اللقطه الاولانيه، ما بتكلمش على التبعات بقى اللي بعديها بقى، كنا بتكلم على اللقطه الاولانيه. حسام رايح لجنه التخطيط متخيل ان هم هيجددوا له لمده سنتين، لا الناس بيقولوا له لا شكرا. هل حسام كان بالفعل موعود انه يستمر مع النادي الاهلي على الاقل موسم، وانه كان بيتكلم معاك، وانه كان واخد زي جرين لايت منك انه مكمل مع النادي الاهلي على الاقل؟ انا خالص من النادي الاهلي يعني. لا وقتها انا موضوع التجديد بتاع اللعيبه، خلي بالك انا ما كانش مسؤوليتي اصلا، مش مسؤوليتك خالص. انا تجديد، خدت التجديد او توليت موضوع التجديد من اول الشناوي وسعد سمير وليد سليمان مروان محسن. فمفيش كلام اصلا، مفيش دعوه بالكلام ده خالص. التجديد كله مش تبعي انا. لغايه مارس 2020 انا كنت مسؤول عن السكاوتنج والتعاقدات الجديده، لكن التجديد كله ده كان موضوع بريه خالص. فاللي انا كنت قلت له دي حاجه، لا مش هتستحملني في السؤال اللي انا هقوله. هل حسام عاشور في اللقطه الاولانيه تم التضحيه بيه من اجل فايلر، وفي الاخر كان الاهلي كان ممكن يبقى عليه طالما الراجل مشي؟ لا بس النادي الاهلي زي ما قلت لك، احنا النهارده القرار اللي اتاخد ده قرار لجنه كوره وكابتن خطيب. ففكره ان فايلر يكون عنده طلب معين، بيكون في قرار دايما مشترك بين الاطراف كلها. في الجزئيه بتاعت اللعيبه اللي رحلت عن النادي الاهلي، هو لعيب جه ولعيب رحل في نفس الوقت، وهو علامة استفهام كبيرة جدا وسؤال مكرر بالنسبة لي، مين اللي جاب بادج النادي الأهلي؟ هو لاعب أقل من النادي الأهلي، وأنا قاعد قدام مدير التعاقدات في النادي الأهلي، وأول لما جه موسيماني واضح إن الراجل مش مقتنع بيه، كان أول الراحلين. أول حاجة، هو بادجي طالع إعارة مش بيع. إعارة مش بيع. فبادجي على قوة النادي الأهلي. بادجي لعيب مش وحش، مش بالوحشة دي خالص، لعيب كويس. اختياره ممكن يكون ليه شويه اسباب اتحفظ عنها دلوقتي، مش عايز تقولها. يعني مش عايز اتكلم فيها دلوقتي. كانت رغبه مدير فني اصول الشاهد واللي قيل وقتها انه فايلر هو اللي حط عينه عليه يعني. يعني سيبك، يعني بغض النظر، احنا وقتها كان موجود معانا. انا شايف ان هو بادجي في الاول كان بدا بدايه ممكن تكون مش احسن حاجه. جت فتره في النص لو فاكر، بادجي بعد الكورونا الناس كانت عليه كويس جدا. كان بدا يعلى واحده. جه بعد كده موسيماني كان عنده رؤيه مختلفه. فهي الظروف ما ساعدتوش، يعني الظروف ما ساعدتوش، وخارج اعاره في فرنسا زي ما احنا عرفنا. لسه المكان هيتعرف اليومين الجايين ان شاء الله، لمده 6 شهور. لاخر الموسم. كان معاه وكيل جيرالدو، قال لي ان هو باقي في النادي الاهلي، وهو حق اللاعب عنده رغبه ان هو يبقى موجود. موقف جيرالدو ايه؟ جيرالدو متأيد معانا، موجود. متأيد معنا. موجود في النادي. موجود. لا نية ولا رغبة في رحيله؟ لا، يعني حتى الآن هو لعيب في النادي الأهلي موجود وفي القايمة. في القايمة. صالح جمعة، النهاردة الناس فوجئت إنه صالح مش في القايمة. والربط
ان النادي الاهلي ترك صالح جمعه علشان خاطر الزمالك رئيسه ما بقاش موجود، وبالتالي التحفظ من فكره انه يروح صالح جمعه لنادي الزمالك اصبحت غير موجوده. اوكي، يعني الناس اللي ربطت حاجه زي كده، النادي الاهلي هياخد قرار فني في لعيب في يوم او يومين؟ يوم مش يعني، فاهم قصدي؟ مش يعني حتى مش منطقيه بالنسبه لي. الناس شايفه انه صالح ما بيقدمش حاجه بقاله فتره. بالظبط، يعني احنا النهارده احنا القائمه بعتناها النهارده عشان 30/11 ده اخر يوم في القيد الافريقي واخر يوم في القائمه الاولى، فاحنا بعتنا قائمه وكان كان صالح مش يعني صالح مش فيه. بس الموضوع خرج منتهى الاحترام بين الطرفين من غير اي مشاكل خالص وبس وخلاص. فسخ تعاقد ولا هيطلع اعاره ولا ايه الموقف؟ لا صالح، لا صالح مش مع النادي الاهلي يعني خلاص، مش مع النادي الاهلي. احمد الشيخ، الشيخ يعني مش موجود في القايمه لكن اموره هتبان في اليومين الجايين المفروض. اروح لفاصل ونرجع نكمل ملفاتنا. يلا بينا. وما تنسوش الهاشتاج بتاعنا امير توفيق في الجمهور الثالثه، انا نفسي مستمتع بهذا الحوار. خليكم معانا بعد الفاصل. لسه مستمرين مع حضراتكم في حوارنا الممتع مع كابتن امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. الهاشتاج بتاعنا هو امير توفيق في جمهور الثالثة. عندي الحقيقه يعني اسئله كتير جدا جدا، خليني اخد من الهاشتاج بتاعنا سريعا. حسام بيقول علشان لما بنقول لكم الاهلي بيعد كوادر شابه تقدر تطور منظومه الاهلي تبقوا تسمعوا الكلام، شابو امير توفيق. ربنا يخليك من ذوقك. رنا بتقول لك ليه المفاوضات مع يوسف البلايلي ما تمتش والاهلي ما تعاقدش معاه؟ ده كان مطلب جماهيري من جمهور النادي الاهلي يوسف البلايلي. مطلب جماهيري، لكن الناس دايما بتحسب الامور من شكل فني او جماهيري بس. الناس مش حاسبه الموضوع من شكل قانوني. قصه بلايلي كان فسخ من طرف واحد وفي قصه مع اهلي جده. كان الموضوع مش صغير يعني. وتبقى الامور واضحه برضو، احنا التواصل اللي حصل مع يوسف بلايلي كان مره واحده بس مع والده من زمان جدا. من حوالي مثلا ممكن 3 او 4 شهور. بعد كده هو طلع اتكلم في الاعلام. اول لما حصل الفسخ جمهور النادي الاهلي في نفس الوقت قال لك بس ده بتاع الاهلي بقى هتوه فيه. ما انا بص، هو قبل الفسخ ما يحصل قبل الفسخ ما يحصل احنا اتكلمنا مع والده مره واحده بنستفسر على الوضع عامل ازاي وقصه عنده ماشيه ازاي، كان لسه في الجزائر هو وقتها. بعدها بيومين فوجئنا ان هو بيتكلم في الاعلام ان في الاهلي وانديه اخرى موجوده وبدا يتكلم في حاجات ما ينفعش احنا نتكلم فيها اصلا. طبيعي انا لما اتكلم مع حد لازم يكون الكلام مقفول، مش صح ان هو يطلع يتكلم في الاعلام. من وقتها كان الامور كانت دي. حسينا ان احنا مش هقول لك بيتلعب بينا، لكن حسينا ان الموضوع كان بيتسوق بيكو. بيتسوق بينا بالظبط، فبعدنا خالص. صحيح. بعد كده لما الموضوع فسخ قانونا هو والده وصل لنا الجواب الفسخ مش عن طريق اشخاص وسطاء يعني. فلما بلغوني قلت له خلاص الموضوع مقفول بالنسبه لنا وهيبقى صعب يعني. كان صعب. حازم، سعيد جدا بامير توفيق على المستوى الشخصي، ما شاء الله ادب واخلاق وعقليه احترافيه ومهنيه، مدرك لما يقال وما لا يقال، هادئ النفس ومتزن، ربنا يبارك فيك وفي اهلك واولادك ومالك. ده ربنا يخليك، ده كلام جميل. بيدو بيقول لما كان الاهلي بيدور على راس حربه مع بادجي كان في اسماء ثانيه غيره؟ حلو السؤال، حلو. عجبنا. بس مش هرد عليه. ليه؟ هو حلو بس. يعني ما يعني لا هو حلو يعني في اسماء تانية موجوده طبعا، لكن برضو احتراما لاداره النادي واحتراما للمدير الفني كان موجود وقتها والاحتراما للانديه الاخرى اللي كنا ممكن نكون بنتكلم معاها. مش صح اقول اساميهم يعني. احمد علي، الحلقه حلوه جدا، عايز اسال سيرينو جاي ولا مين اللي جاي؟ انت جاوبت على موضوع سيرينو، جاوبت على موضوع جيرالدو. في عبده، ده سؤال برضو حلو، هل في تدعيم لمركز الباك اليمين بعد رحيل فتحي خصوصا ان مفيش غير محمد هاني في المكان ده؟ بيكهام، بيكهام باك يمين، بيكهام بيلعب مساك وباك رايت وديفندر. اكرم توفيق بيلعب يعني ديفندر يعني ميدفيلدر وباك رايت فندفد ان شاء الله يرجع بالسلامه هيلعب باك رايت. كل دول موجودين. طيب. وعندنا في الناشئين عندنا فارس طارق وعندنا سيد عبد النبي. ده كله باك رايت. فارس طارق واحمد سيد عبد النبي واحمد سيد عبد النبي احمد سيد عبد النبي احمد سيد عبد النبي طيب. هروح بقى لجزئيه اللعيبه اللي انتهت اعارتها وموقفها ايه من العوده مره اخرى، وهل هي دي رغبه موسيماني ولا ده رغبه النادي الاهلي في الحفاظ على المستقبل وبينهما فارق. انا بتكلم على امير، بتكلم على احمد توفيق، اكرم توفيق، اكرم توفيق عفوا، اكرم توفيق، صلاح محسن، عمر حمدي خلاص مشي، بتكلم على ناصر ماهر، بتكلم على احمد ياسر ريان، محمد شريف. محمد الشريف.
موقفهم ايه دلوقتي؟ موسيماني اول ما جه كان عنده كذا ملف، ملف الفرقه طبعا وتحضير الدوري وافريقيا، ملف صفقه بيكهام كان لازم ان هو احنا عرضنا عليه اللعيب، وكان هو قعد فتره هو مع جهاز المعاون بتاعه يتفرجوا على ماتشاته، في الاخر ما قال لي احنا خلاص يعني موافقين عليه جدا. كل المعارين كان معاه اساميهم، شافهم كلهم، وفي الاخر هو قرر ان في خمس لعيبه لازم يرجعوا دلوقتي ان هم يفيدوا الفرقه. الخمس لعيبه اللي احنا ذكرناهم دولت بالظبط، وبالتالي رؤيته ان هم هيبقى ليهم ادوار في النادي الاهلي، مفيش حد بيعد بالمشاركه الاساسيه بالزبط. انما ليهم ادوار في النادي الاهلي، ان هم لعيبه مقيده في الفرقه ومقيدين افريقيا، فمعنى كده ان هم ليهم دور. وحاجه تانية، احنا اللعيبه دول كمان عندهم اولمبياد كمان 9 شهور او 8 شهور، فاحنا مش مصلحتنا ان احنا برضه ناذيهم، دول لعيبه في الاخر ولاد النادي. ما ينفعش النهارده ان انا اجيب لعيب واقعده احتياطي وما لعبوش خالص، وفي الاخر اللعيب يتاثر المنتخب بتاعه. فاحنا لازم برضه نحافظ على اللعيبه بتاعتنا، فاحنا مرجعينهم عشان يكون لهم دور يساعدونا بيه. هل الاهلي هيخرج لعيبه للاعاره؟ قريب يعني؟ اه ما اعتقدش. مفيش من اللعيبه الصغيرين، عربي بدر، الاسماء لا العربي لا كله موجود. كله موجود، الراجل مش هيسيب اي حد. يعني النهارده كان اخر حد النهارده خرج لسموحه كان احمد عبد القادر حمدي. ايوه راح سنتين اعاره لسموحه. احمد عبد القادر حمدي كان ابنكم برضه، هو سافر بره وبعدين رجعناه. رجع تاني بالظبط، وبعد كده راح سموحه سنتين. بس ممكن بعد اول سنه بنرجعه النادي الاهلي. علاقتكم واحمد من اللعيبه اللي انا شخصيا شايفهم اللعيبه اللي ليهم مستقبل كبير في الكره المصريه. طيب ده ما ياثرش على فكره الهات وخد اللي ما بينكم وما بين الانديه، انه ما فيش ولا لعيب طلع السنه دي لاي حد غير بس عمار حمدي؟ لا ليه، احنا طلعنا عمار حمدي وكريم يحيى وجزار واحمد حمدي ومحمد فخري لبنك الاهلي، شادي رضوان بنك الاهلي. لا مطلعين السنه دي. طلعنا. هتكلم بقى على جزئيات التجديد سريعا عشان اروح لملف القادمون. التجديد مع الشناوي، مع سعد سمير، مع وليد سليمان، ناخدهم واحد واحد. مروان محسن. مروان محسن. وليد سليمان كان موقفه ايه؟ وليد سليمان انا هقول نفس الكلام على الاربعه. ماشي. بس هنبدا بوليد. ماشي. وليد من الشخصيات اللي يتقال عليه فعلا مش فكره من هو ابن النادي بس اللعيبه الرجاله. هو بيحب النادي الاهلي. وعارف دوره في النادي الاهلي. وفي القعده معاه في التجديد ما خدناش وقت طويل خالص. كان في طلبات، كانت ليه طلبات معينه نفذناها له. هو الراجل عارف، هو عارف هو فضل له عنده كام سنه، فضل له كام سنه في الكوره، وعارف هو النادي الاهلي عايز منه ايه. فالامور كلها واضحه. بس فما خدناش وقت خالص. وليه دور جامد جدا مع الفرقه في اوضه اللبس مع اللعيبه طبعا، ان هو اكبر لعيب فرقه سنا يعني. اتقالوا اكيد انت شفت من كام يوم كده انه موسيماني مش مقتنع بوليد سليمان. لا طبعا غلط جدا. غلط جدا جدا. الراجل مقتنع بوليد طبعا جدا. مين ما يقتنعش بوليد يعني؟ مين ما يقتنعش بوليد يعني؟ مين فعلا؟ لا وليد حتى بينزل ما شاء الله ماتش قبل اللي يجي له كورونا على طول. ايوه ماتش الكاس جايب جونين. صحيح. لا ده مش منطقي يعني. محمد الشناوي. الشناوي ده الشناوي اصله بالنسبه لي احنا برضه اعرفه وانا عندي كام سنه. هو جه الاهلي وعنده كام سنه؟ 12 سنه مثلا. أيوة. 13 سنه. اعرفه من وقتها. احنا اكبر، احنا جيل واحد الى حد ما، ما اكبر منه بثلاث سنين او سنتين. طول عمره هو ده الشناوي. شخص متزن جدا، من ابيض جدا من جوه، شفاف، ما عندوش اي هيدن اجنده خالص. فاللي هو فيه النهارده ده كرم ربنا ليه. كرم ربنا ليه ان هو اجتهد في حياته جدا، مشي من الاهلي، قعد فتره بيلعب في كذا نادي في الدوري المصري، رجع. لما رجع لو خدت بالك فاكر وقتها ناس كتير قوي هجمت الصفقه من خمس سنين لما كان موجود. حتى لما لعب بدا يلعب ولعب في المنتخب ناس كانت متخوفه منه شويه، لغايه في الاخر ربنا كرمه دلوقتي ووصل لليفل الله اكبر، ليفل كبير يعني. في التجديد معاه برضه نفس الكلام، والله مش في ناس تقول لك ان احنا هنبالغ وعلى بياض، لا مش على بياض، اوكي هي مش لعيب يقول لك انا همضي وخلاص مع السلامه خالص. لعيب عنده طلبات، لكن في لعيب يقول لك انا عايز طلبات تبقى معتدله منطقيه طيب. ولما تقول لا احنا عندنا كذا مش بيقعد يتكلم معاك كتير. مروان محسن مستمر مع النادي الاهلي؟ مستمر طبعا. مستمر مع النادي الاهلي بالظبط. لا نيه لاعارته، لا نيه، مفيش الكلام ده. واتمنى ان مروان
ممكن يكون الناس متضايقة أو بتهاجم أو أيا كان، مروان محتاج الناس تقف يعني ده في ظهره شوية. صحيح. سعد سمير ما خدش وقت برضه في التجديد خالص. سعد أقول لك سعد جدد وهو مصاب معانا، وده يبين لك قيمة سعد بالنسبة للنادي الأهلي عاملة إزاي. إن سعد بالنسبة لنا لعيب تاريخ في النادي الأهلي. أيوه. سعد إحنا دلوقتي لما إحنا قبل ما نجدد معاه كنت بعمله كده أناليسز على تاريخه في الأهلي. سعد ما شاء الله دخل في قرب ال 20 بطوله مع النادي الاهلي. صحيح. فثلاثه ابطال افريقيا. فبتكلم في لعيب ما شاء الله في اوضه اللبس ليه دور كبير جدا 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 مع لعيب. الملف اللي انا هتكلم فيه دلوقتي هو ملف جمهور النادي الاهلي كله مهتم بيه. مين اللي جايين؟ مين اللي جاي؟ انا ما بتكلمش على اسماء اكيد. بتكلم على المراكز، انت موضوع سيرينو ووضحته. المراكز اللي النادي الاهلي الناس جمهور النادي الاهلي بيقول عايزين مهاجم سوبر. في كده مشكله في مركز المهاجم. هل فعلا بتتحرك في مهاجم في الوقت ده ولا لا؟ ما بص زي ما قلت لك في الاول كل حاجه في وقتها. حدان احنا دلوقتي الفرقه بقت بتتطور واحده واحده. احنا الويندو ده دخلت تعمل لعيبه جداد. النهارده انت لو عندك بدر بنون وطاهر محمد طاهر وبيكهام ماشي تمام، دول الثلاثه اللي هم الجداد. الخمسه الاعراض دول اللي هم اللي طلعوا من عندنا قبل كده ماشي. هو لو كان ناصر ماهر بيلعب في نادي سموحه لعيب مميز كنا هنقول عليه. صحيح. كنا هنقول عايزين نجيبه فلوس. لو كان احمد ياسر او صلاح او شريف او اكرم نفس الكلام. فاحنا النهارده داخل الفرقه داخل لها 8 لعيبه جداد على الفرقه اصلا دلوقتي. فكره مهاجم سوبر او نجيب وينج او نجيب حد في الحته اللي تحت المهاجم يعني كل حاجه في وقتها يعني. فاهم قصدي؟ كل حاجه في الويندو ده على الاقل ولا لا في فتره الانتقالات دي ولا مفيش يعني فتره انتقالات؟ لا كل حاجه في وقتها هنمشي فيها نشوف المصلحه اللي فين نعملها. احنا النهارده راضيين جدا على السكواد اللي موجود دلوقتي بعد التدعيمات اللي حصلت الثمان لعيبه الجداد اللي دخلوا. لو حاسين ان في حاجه هتبتدي بيه الموسم لو حاسين ان في حاجه هتفيد النادي مختلفه عن الناس اللي موجوده النهارده في النادي الاهلي اكيد اكيد مش هنتاخر. يعني بالنسبه لنا الكابتن خطيب ومجلس الاداره ولجنه التخطيط دعم فريق الكوره عمره ما هينتهي. تمام. يعني فريق الكوره بالنسبه لنا هو الاساس. طيب انا بس فهمت منك دلوقتي وجمهور النادي الاهلي فهم منك جزئيه مهمه في مراكز بعينها. يعني مركز الباك اليمين الظاهر للناس انه محمد هاني بس اللي موجود. انت قلت لا في توظيف لاكرم توفيق وكمان بيكهام بيلعب في المركز ده والراجل شافه بعينه وبالتالي مركز في قطاع ناشئين الناس لسه مش عارفاهم بس موجودين برضه. وبالتالي انت مركز الباك اليمين مؤمن بالنسبه لك ومركز الباك الشمال انت عندك علي معلول وعندك محمود وحيد وبالتالي ما عندكش احتياجات فيه. سؤال مهم جدا، هل الاهلي قادر على الحفاظ على اليو ديانج؟ لا فكر قادر او لا دي حاجه مترتبط بالنادي الاهلي قدرته الماليه عامله ازاي مع ممكن مع اللعيب او الاهلي ممكن بيفكر فيه بشكل مادي. حضرتك بتقول لي انه هو لاعب وانتوا جايبينه بمليون و300 100000 دولار. 100000 دولار او 100000 دولار. اليو ديانج ممكن تحط لك فيه رقم كبير. ما زي ما قلت لك في الاول اول خد بالك في اول مره قلت لك على اليو ديانج. اليو ديانج لما جبناه كان بالنسبه لنا ليه استفاده فنيه وماديه. الاستفاده الفنيه دي هتاخد مده قد ايه بالنسبه لك فنيا تستفيد منه؟ دي حاجه ترجع للاداره الفنيه والاداره النادي. استفادة سنة سنتين ثلاثة أو يكمل معاك. لو في عرض مالي ضخم موجود وقتها ممكن تشوف تحسب الحسبة عندك عاملة ازاي. دي كلها ترتبط بظروف الوقت عاملة ازاي بالنسبة لنا. عمار حمدي يقدر يلعب قدام الأهلي؟ احنا كنا حاطين بند في كل المعارين ان احنا اللعيبة المعارين كلهم ما ينفعش يلعب مع النادي الأهلي ضد النادي الأهلي يعني إلا في حالة صدور قرار يخالف كده من اتحاد الكورة. يعني اتحاد الكوره لو عمل قرار على كل الانديه من غير اي تفرقه ان اللعيب المعار يلعب ضد النادي الاصلي اعتقد اتحاد الكوره اصدر قرار بكده. اصدر قرار بكده مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. وبالتالي عمار حق له ما دام في عدل على الكل مفيش مشكله. مفيش مشكله. اروح لفاصل وبعد الفاصل ارجع اكمل كلامنا الممتع. تمام خليكم معانا. وصلنا للجزء الاخير من حوارنا الممتع مع كابتن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي. وخليني قبل ما اروح لفقره السبوره
صفقة محمد فاروق لماذا توقفت؟ هل هي بسبب عدم رغبة الجماهير في محمد فاروق بشوية نوشات حصلت على السوشيال ميديا صفقة تبادلية ما بين أحمد الشيخ وما بين فاروق، ولا إيه اللي حصل بالضبط؟ صفقة احنا يعني حتى جماهيرية طبعا بنحترمها جدا، لكن مش هي اللي بتحدد قرار الكورة في النادي الأهلي. يعني كان في رؤيه فنيه للجهاز الفني ان شايفين ان مفيش احتياج لمحمد فاروق دلوقتي، فالامور كانت واضحه بالنسبه لنا. بس ما اتفتحش الموضوع من الاساس، ولا كان في مجرد لا يعني كان في اقتراحات وصلت المدير الفني في الاخر لما شافها ما وافقش عليها. في رغبه كانت من بيراميدز ان هم ياخدوا احمد الشيخ يتعاقدوا معاه، كان في رغبه ان يحصل صفقه تبادليه بين الشيخ وفاروق. لما طلعت على المدير الفني للنادي الاهلي او الجهاز الفني اترفض ان فاروق يكون موجود في النادي فنيا، يعني رغم كامل احترامي ليه كلعيب وكشخص، لكن في الاخر هو كان في عدم رغبه من النادي. محمد ابراهيم هو اللي رفض انه يجي الاهلي، ولا الاهلي هو اللي وقف المفاوضات؟ لا، ممكن تسال عصام سراج نادي المقاصة ويقول لك مين اللي رفض. ايه هو اللي يقول؟ انا مش اصلا انا بالنسبه لي انا مش انت طرف اصيل، يعني انا بسال حد صاحب طرف. لا، الموضوع واضح. انا محمد ابراهيم احنا كان في كلام معاه فعلا حاصل، وقصه كانت واضحه جدا بالنسبه لنا. بعد كده في الاخر حصل مش تراجع، بس يعني فنيا كان المدير الفني الجديد كان شايف ان مش فيش احتياج ليه. بلغت محمد في التليفون، وكان تليفون محترم جدا بينا، وكان ربنا يوفقك. حضرتك اللي بلغته شخصيا؟ شخصيا. ان هو كان المفروض يوم جاي لي، يوم جاي لي يقعد معايا. ده عنوان اصله، ده بالنسبه لي ده عنوان، ده واقع. يعني بلغته رسميا انه هو كان يومها جاي لي، المفروض كان عنده تمرين هو في في التجمع. كان المفروض يخلص ويجي لي يقعد ونخلص كل حاجه. قبل التمرين بتاعه بلغته ان الموضوع هيبقى صعب وخلاص، وان الموضوع هيبقى مش هيمشي يعني. وكلمت عصام سراج، قلت له يا عصام احنا خلاص الموضوع نزلنا، خلاص هيبقى صعب يعني. عشان موسيماني فني بالظبط، رغم كامل احترامي لمحمد ابراهيم فنيا. ومحمد كان رده ايه عليك؟ لا خلاص يا كابتن، شكرا وربنا يوفقكم وكله خير ان شاء الله وبس خلاص. نروح لفقره السبور. يلا بينا. يلا بينا. نعم ولا، تعاقدنا مع كهربا لاحتياجنا له فنيا، وردا على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد. نعم ام لا؟ الجزء الاول نعم فنيا، الجزء الثاني لا طبعا. الجزء الاولاني نعم، الجزء الثاني اللي بعده. فشلنا في ضم موليكا بسبب المقابل المادي، نعم ام لا؟ لا خالص. كان ايه السبب؟ يعني كان في كده بعض الحاجات مع نادي مازيمبي ومع فايلر. لكن موليكا كان في الصوره جدا، وكان امور من معاه مش بعيده خالص. بس حصل شوية أمور كده ما ينفعش أتكلم عليها يعني، ما نكملش الموضوع. وهل ممكن الأهلي يكمل؟ ومش تعاقدية. مش يعني تعاقدية خالص. هل ممكن الأهلي يكمل في الموضوع بعد كده، ولا الموضوع اتقفل بالنسبة للأهلي خالص؟ لا خالص، بالعكس، موليكا دايما هيفضل برضه زي سيرينو كده. موليكا من اللعيبة اللي احنا دايما قلنا عليهم، وعلاقتنا بيهم كويسة جدا. اللي بعده. بادجي كان من تصميم واختيار فايلر بالرغم من رفض لجنة التخطيط، نعم أم لا؟ لا، ما بص، اللجنه ما ينفعش ترفض وفي الاخر يكون لعيب يجي يعني. لا بالعكس، اللجنه بتكون موافقه، لكن ساعات بيكون في ممكن حسابات للمدير الفني يعني احتراما لرؤيته، فبيتوافق القصه دي يعني. كان اختيار فايلر. كان اختيار فايلر، نعم. الزمالك كاد ان يفسد التعاقد مع قفشه لولا رغبه اللاعب، نعم ام لا؟ حاولوا فعلا؟ حاولوا. ووصلت لحد فين؟ خبيته. خبيته. ازاي يعني؟ عملنا كده حاجه وكانوا عايزين يروح يعني. كان جاي لنا في الطريق، فلا تعالى عندنا وما تروحش الاهلي، فهو كلمني بصراحه واخدته كده عندنا. كلمك قال لك خبيني؟ لا، هو ما قاليش، انا اللي خبيته. شغل مهندس عدل القاعده. خبيته في الجراج الاوبرا بتاع نادي الاهلي والله. بس إيه؟ هو جميل، هو قفشه جميل برضه. قفشه كان عنده قرار. قفشه كان عنده قرار عايز يجي نادي الاهلي، امور كانت واضحه بالنسبه لي. خبيته قد ايه؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات لغايه ما خلصنا كل حاجه مع بيراميدز وخلاص الامور كانت منتهيه. اللي بعده. الاداره طلبت مني التجديد لاحمد فتحي في مارس، فعلمت بتوقيعه لبيراميدز، نعم ام لا؟ مش توقيع، بس كنت عارف ان في كلام مع بيراميدز. كنت عارف. انا دايما ممكن استنتج ان في توقيع، لكن انا في شغلي الاستنتاجات دايما بتبقى حاجات مش واقعيه.
طيب ده اثر على طريقه التفاوض معاه؟ لا، الامور كانت بالنسبه لنا كنا عارفين ان في كلام حاصل وهو كانت واضحه يعني. نعم. لا اللي بعده مش توقيع. نعم مش على توقيع. ان كان في كلام، وده كلام على فكره قاله هاني سعيد ان كان في كلام شهر 2 قبل التجديد بتاعنا. دي حاجه. اللي بعده الرجاء المغربي كاد ان يتراجع عن صفقه بدر بنون لولا تمسك اللاعب. نعم عملها. امتى؟ ما اعرفش. لا، الرجاء المغربي احنا مخلصين مع صفقه بدر بنون في اول سبتمبر. ياه. فكل الكلام اللي حصل شهرين دول ان في ان احنا ممكن يمشي، ممكن يروح فين، او ممكن الرجاء يتراجع، او الكلام ده كله، الكلام كله مش صح. مش صحيح. احنا في اول سبتمبر مضينا العقود مع نادي الرجاء ومع بدر بنون، وكان اتفاق ان عقد افريقيا هيكون موجود. سافرت له ولا كان الموضوع في مستخبس؟ كله كان لا كله كان الكتروني عشان ما حدش ياخد باله. ما انت لو سافرت خلاص خلاص كده. بالظبط. اللي بعده جيرالدو تعمد عرقلة محاولة تسويقه حينما رغبنا في الاستغناء عنه. نعم أم لا؟ لا، جيرالدو لعيب في النادي الأهلي وهفضل أقولها، لعيب محترم وليه دور معانا، ولو في فرصة جات له عروض احنا جبنا له عروض، هو كان موجودة، لكن في الآخر فنيا دلوقتي احنا عايزين يكون معانا، هو عايز يكون موجود، فنشوف الطريقة أحسن فيها. اللي بعده فايلر لم يكن واضحا في مطالبه بشأن الصفقات وكان يغيرها باستمرار. نعم أم لا؟ لا لا خلص. لا خلص. بعده عرضت قرار اختيار مدرب مصري لقيادة الأهلي حل رحيل فايلر. نعم أم لا؟ لا عرضت. لا أنا مش الدرجات دي يعني. في لجنة، في كابتن خطيب وفي كابتن محسن وكابتن زكريا. فيعني كلمة عيب إن أنا نقولها. كلمة قوية أوي. طيب لا يعني لا كان في إجماع من اللجنة ان المدرب اجنبي. ده كان قرار واضح يعني، كان اجماع من اللجنه كلها الاولويه المدرب اجنبي للموسمين. ماشي. اللي بعده حسام غالي كلمه السر في عودتي للعمل في الاهلي. نعم ام لا؟ لا، كلمه السر في عودتي للاهلي كان في كذا شخص. كان في اول واحد دكتور سعد شلبي. هو اول واحد رجعني في التسويق مش تعاقدات. ايوه. كابتن محمود الخطيب كان عايز يبني كوادر جديده للنادي الاهلي. وكنت انا الحمد لله كنت انا من الناس اللي كان عايز يحطها جوه النادي. كان حسام غالي كان وقتها هو جوه النادي، هو محمد فضل. كانوا لما عرفوا ان انا ممكن اكون موجود كانوا مرحبين جدا. كان محمد مرجان اتعاملت معاه نفس صله، فشاف الشخص ممكن يكون له دور جوه النادي. ف كل الاسماء والمجموعات. ماشي. اللي بعده الاهلي تفاوض مع محمد ابراهيم وتم التراجع عن اتمام الصفقه لاسباب جماهيريه. ردينا خلاص. لا طبعا مش جماهيريه، فنيه. لا اللي بعده الاهلي رفض محمد فاروق لاعب بيراميدز بسبب عامل السن بفرمان من موسيماني. ما بلاش نجيب عامل السن، ممكن تكون رفض بسبب فني برضه، هو شايف فنيا مفيش احتياج ليه دلوقتي. اللي بعده البعض رشح حسام حسن لقيادة الأهلي وقت ما، لكن الإدارة رفضت. نعم أم لا؟ لا خالص. لا. لا لم ترفض ولا لا لم يترشح؟ لا لم يترشح. لم فيش ترشيح حصل يعني. فيش ترشيح. ماشي. اللي بعده لسارتي لم يكن جديرا بقيادة الأهلي. نعم أم لا؟ لسارتي الراجل خد بطولة صعبة جدا، بطولة الدوري. ممكن يكون في شوية حاجات سلبية حصلت. جدير ولا غير جدير؟ لا الراجل عمل عليه في حدود امكانيات اللي موجوده وامكانياته. يبقى نص 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 جدير. يعني نص جدير. ماشي. اللي بعده انا عارف ان انت عايز تقول لا بس مش قادر تقول لا. اللي بعده افضل صفقه قمت بالحصول على توقيعها وافادت الاهلي بادجي حسين الشحات قفشه. اكيد مش بادجي، هم كانوا اكيد يقصدوا ديانج. لا يعني كلهم والله كلهم بجد، مش عايز ابدي حد فيهم، بس كلهم في التعامل معاهم. يعني لو كان بنتكلم على ديانج مثلا، هو ديانج هو يقصد ديانج اكيد. ديانج في التعامل معاه في الجزائر لما حصل شويه خلافات مع النادي الجزائري في التفاوض، كان ليه دور كبير جدا معايا ان هو ضغط عليهم ان هو خلاص الموضوع خلص لازم يكون موجود معانا. حسين الشحات لسه قايل لك عمل ايه معانا وقفش قفش نفس الكلام. والثلاثه ليهم دور مع فرقه كبيره يعني. الثلاثه يا جماعه بس احنا هنشيل بادجي ونحط مكانه ديانج عشان الناس ما تفتكرش ان هو بادجي. ماشي. اللي بعده لاعب ندمت على تركه ندمت على تركه يرحل عن الاهلي احمد فتحي شريف اكرامي رمضان صبحي. لا بالنسبه لي مفيش ندم على يرحل عن الاهلي، بس فتحي كان زي ما قلت لك كان في احترام بين الطرفين، لعب لاخر ثانيه فنيا استفدنا منه جدا،
ليه قرار في الاخر عايز يروح بيراميدز. شريف اكرامي كان واخد قرار ففي الاخر كان في احترام بين الطرفين برضه والموضوع خلص يعني. اللي بعده اسهل تجديد كان مع مين؟ الشناوي، وليد سليمان، مروان محسن؟ الثلاثه. انا اسف والله بس هما فعلا يعني ده اللي وقع. لاعب بتتمنى الحصول على توقيعه؟ باهر المحمدي، اسامه جلال، حسام حسن. لا الثلاثه لعيبه كويسين. ممكن اسامه جلال من فتره كان كان ممكن يكون قريب من الاهلي من حوالي من سنه. بس ما حصلش نصيب وقتها. ف مين؟ حاليا انا شايف ان احنا القائمه بتاعتنا قائمه مكتمله. في كل في معظم المراكز فما فيش احتياجات لاي حد من الثلاثه. ماشي اللي بعده. لاعب زملكاوي تتمنى انضمامه للاهلي؟ زيزو، فرجاني، ساسي، مصطفى محمد. ثلاثه لعيبه كبار، لعيبه كبار جدا. بس ممكن اغير السؤال شويه. غير. تمام. انا هقول لك حاجه على صلاح محمد. مصطفى لعيب كبير. وانا لسه بكلم حد لعيب بنادي الزمالك بس فعلا لعيب كبير. ومستقبل الكره المصريه. تمام. بس اتمنى ان مصطفى يركز في الملعب بس. ما يركزش في رد على جمهور او ان نعمل اشاره كده او نعمل حاجه عشان لا يعني خالص. مصطفى لو ركز في الملعب بس فنيا هيبقى من احسن المهاجمين لجوه مصر. فدي اللي اقدر اقوله ليه يعني. اللي بعده. الصفقه الاصعب طوال وجودي بالاهلي والتي تم التعاقد معها، قفشه بدون كهرباء؟ لا ممكن قفشه عشان ظروف. كان الكلام مع بيراميدز كان في شويه كلام في الفلوس كان طول شويه. وكان نادي الزمالك كان في الاخر كان دخل في الصفقه شويه. اللي بعده. مهاجم مصر الاول مروان محسن، مصطفى محمد، حسام حسن؟ مروان محسن ومصطفى محمد الاثنين. مروان ومصطفى. تحت. اللي بعده. لاعب اجنبي تتمنى ضمه؟ سيرينو، تراوري، وولتر بواليا. واحد رابع. واحد رابع. مين؟ ما لا هقول لك عليه بعدين بقى مش دلوقتي. ولا واحد عارف يطلع منك بمعلومه جوه الهوا ولا معلومه منك بره الهوا. ها؟ واحد رابع ما تقلقش. واحد رابع مفاجأة. مفاجأة. يا كابتن امير حسنا اختار النادي الاهلي. اعتقد انت كشفت عن شخصيتك النهارده وعرفت الناس من هي هذه الشخصية قليلة الظهور في الاعلام. اللي بيعمل في كنف النادي الاهلي ليس مطالبا ان يكون متواجدا في الاعلام ولا يتحدث اعلاميا كتير. وزي ما انا ما قلت الحقيقة ودي شهادة حق هذا الحوار تأجل كثيرا لاختيار الميعاد المناسب من وجهة نظر الكابتن امير توفيق اللي تناسب النادي الاهلي واللي تناسب ظروف النادي الاهلي علشان يبقى الكلام له معنى. واعتقد ان النهارده الحلقه كانت تفصيليه ما كانش فيه حاجه احنا سبناها واتكلمنا في كل الملفات. اقدر دورك ووجودك كمسؤول في النادي الاهلي في اسئله كنت لا ترغب الاجابه عنها بالشكل الـ يعني اللي يبقى فيه تفاصيل، وفي امور اخرى كان من الجائز الكشف عنها وانت كشفت عنها. دائما وابدا انا بحترم ده واقدر ده. بشكل شخصي ببقى مستمتع جدا لما بيكون قدامي ضيف شارب محدد ويختزل كلامه في كلمات اقل بكتير ويكون واضح فيها. انا سعيد جدا جدا بهذا الحوار وسعيد بيك كصديق طبعا وككادر محترم جدا جدا داخل النادي الاهلي. انا اسعد واول حاجه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ونورت. ربنا يخليك. اون تايم سبورت 2 وبقول لك انت بالنسبه لنا يعني بجد انت عارف انت ايه بالنسبه لي. انا عارف وعارف المعزه عامله ازاي. فالحمد لله كانت حلقه كويسه ويا رب تكون عجبت الناس ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا. كابتن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بشكر فريق العمل بالكامل، محمد عماره رئيس التحرير، رئيس التحرير التنفيذي احمد عبد الباسط، عمرو جاب الله، وطبعا حامد وجدي مدير التحرير، وعمرو ثروت العنصر الجديد الاضافه الكبيره اللي بقت موجوده معانا النهارده وبقى موجود معانا ان شاء الله باذن الله في البرنامج، واخيرا وليس اخيرا اسلام حجازي. وبشكرهم طبعا شكرا جزيلا، وحسن المعتز وجلال طبعا اكيد ما اقدرش انساهم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.